دروس الربع الخالي. قريبة من الحدود العمانية. لاقيين كميات كيلو. جبال جبال من الرمال. ما شاء الله طريق زين. هذا بدايات صلالة. قربنا نلاقي 50 كيلو تقريبا. أقبل عينها الرباب السحاب. هذه محمية لأشجار اللبان العماني قبل صلالة. وهذه شجرة اللبان. أجواء صلالة ما شاء الله. الرباب والمطر والخير. السلام عليك يا جو. ما شاء الله. هذه في صلالة متجهين لأحد الشلالات. اليوم الاثنين 8/1444 ما شاء الله. شلال عين حيوت يصبنا على الجبل وينحدر في هذا المنظر الجميل إلى العين. اليوم الاثنين 10/1444 يعني يوم عاشوراء الموافق 8/2022. اجواء ربابية خضار ما شاء الله رذاذ ونعمة من فضل ربي. أنا أحس بالعطش ولا جلستنا الفطور والعشاء يوم عاشوراء على جالها المحيط في صلالة. هذا مرتفعات أفت القوت على جال بحر العرب. أمواج تهدر وجو كايف ما شاء الله. هذا الكهف في شاطئ المغسيل في صلالة. اليوم الثلاثاء 11/1444. ما شاء الله شاطئ المغسيل في صلالة. اليوم 11/1444. هذا الكهف ما شاء الله.
شوف الموج، شوف شلون جاء. لا اله الا الله. شاطئ المغسيل في صلالة يوم 11/1/1404. هذه جلسة القهوة والإفطار في شاطئ المغسيل في صلالة. سبحنا.